يعقد وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل اجتماعا طارئا بناء على طلب السعودية في مقر الجامعة العربية في القاهرة لبحث انتهاكات إيران في الدول العربية بحسب ما أفاد دبلوماسيون عرب وبحسب مذكرة وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء فقد تقرر عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية الأحد المقبل بعد موافقة الدول الأعضاء على الطلب السعودي وبعد التشاور مع جيبوتي التي تتراس الدوره الحاليه لمجلس الجامعه